أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من بصمات الله في الخليقة. حلقة اليوم هي أول حلقة بسنة 2015 يلي منتمنى أنها تكون سنة اللقاء مع الرب في الهواء. مشان هيك صلاتنا وشهوة قلوبنا أنه نحبه أكثر ونتكرس ونتقدس أكثر وأكثر ونكون مستعدين للقائه. حلقة اليوم بعنوان إله العناية وسموم الأفاعي، ومعنا اليوم بيشرفنا وبيسعدنا معنا ضيف خادم عظيم للرب مستخدم بقوة أغنت كتبه ودراساته ووعظاته كنيسة الرب في كل أنحاء العالم بالتعليم الكتابي النقي الصافي اللي بيقدمه والطعام القوي لكل المؤمنين. معنا الأخ يوسف رياض. أهلا وسهلا فيك أخ يوسف. نحن فرحانين كتير بوجودك معنا. ربنا يباركك. شكرا. وأنت كمان. وكمان طبعا مثل العادة معي الأخ مازن. أهلا وسهلا فيك أخ مازن. أهلا وسهلا فيك. بتحب تعطي مقدمة على موضوع اليوم؟ نعم. أهلا وسهلا فيكم أحبائنا المشاهدين في كل أنحاء العالم في حلقة جديدة من بصمات الله في الخليقة، وحلقة متنوعة وممتعة، ونصلي باسم ربنا يسوع المسيح أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لنفوسكم وبيوتكم حتى جميعا نعبد إلهنا اللي أحبنا إلى المنتهى ربنا يسوع المسيح. أحبائنا في بداية هذه السنة مثل ما قالت أخت لما، نصلي أن تكون سبب بركة لنفوسكم وبيوتكم، ونصلي أن ربنا يسوع المسيح يسكن في غنى في بيوتكم ويكون سبب شفاء وخلاص لكل النفوس وعودة لملايين من الناس حتى يتعرفوا على شخصه العظيم وينالوا الخلاص وتكتب أسماءهم في سفر الحياة. أيضا أخونا المحبوب الأخ يوسف، في هناك عدد كبير من الناس يبعث برسائل وأيضا إيميلات ويطلبوا أن نصلي لأجل شفائهم وأيضا خلاص أعضاء في بيوتهم، وكلنا نتمنى أن كل كنائس الرب وخصوصا في بلاد الشرق يعني تخدم بقوة وتنشر كلمة المحبة، لأن النفوس عطشة في كل البلدان مثل ما بنشوف أنه في فوضى عارمة. صحيح. في العالم. صحيح. وياريت لو ترفعهم أخونا المحبوب أخ يوسف بصلاة لأجل شفاء وخلاص نفوس. تفضل أخي المحبوب. يا بانا المحب، نحمدك نعظمك ونشكرك من كل القلب يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. أمين. الكل يا رب، أعين الكل إياك تترجى. يا ربنا ملايين من النفوس متألمة تعاني تحت وطأة المرض أو الذل أو الاضطهاد أو المجاعات، إننا نضع الكل بين يديك، ولا سيما الذين يعانون من وطأة عبودية الشيطان والخطية المتأصلة المتجذرة فيهم. مين اللي يدي الخلاص غيرك يا رب؟ ونحن نتذكر مولدك ونتذكر كلمات الملاك، ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. وحدك اللي تخلص يا رب. عيوننا نحوك وطلبتنا وتضرعنا أنك تخلص. أمين. وتخلص بلادنا بصفة خاصة. أمين. يا رب، في أيام شرها كتر والأشرار والأردياء تمادوا يا رب في شرهم وقتلهم وإيذائهم للنفوس. نصلي أنك ترحم الذين يعانون، بل وترحم الذين يضطهدون أيضا. آمين. تقدر تفتح عيونهم فيرجعوا إليك من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان باسمك يا ربنا يسوع المسيح غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. اجعل هذه السنة سنة مباركة لكثير من النفوس عندما تتعرف بك فيأتيها الخير. واجعلها يا رب كما نشتاق من قلوبنا عام اللقاء مع شخصك على الهواء. آمين. نصلي هذا في اسم المسيح يسوع. آمين. آمين. ثم آمين. آمين. نبدأ حوارنا بالطرف الحلو مع الأخ يوسف. نعم. أخ يوسف، مثل ما صليت حضرتك وحكى مازن، في اضطهادات كثيرة بالعالم وصعوبات ومشاكل وفوضى. نعم. وطبعا نحن بنعرف أن الله خلق آدم وأحاطه بكل عناية. نعم. هيأ له كل شيء، ما خلقه غير لليوم الأخير. بعد ما هيأ الأكل والطعام والحيوانات وكل شيء، وباركه وأسمره
وعطاه أنه يأكل ويتسلط على كل شيء. بس في سؤال يدوي بالتاريخ منذ سقوط الإنسان إلى الآن، من نسمعه من أنبياء من عهد القديم ومؤمنين في وقت الضيق أحيانا يغيب الله عن المشهد، فنسمع السؤال أين أنت يا الله؟ لماذا تسكت على الظلم؟ فلماذا إلهنا هو إله كل عناية؟ الله هو إله كل عناية فعلا، ويعني يعتني بخليقته، وبدليل أننا لغاية دلوقتي موجودين. آمين. أما الفوضى التي ضرب أطنبها في العالم، ده مش الله المسؤول عنها، لكن أقول أن المسؤول عنها رفض الإنسان لله. أن الإنسان يرفض الله ويسير وراء الشيطان، هل يمكن أن يكون هذا بلا تبعات وبلا نتائج؟ الله حذر آدم من السقوط، ما سابوش في عمى وجهل، لكنه لما أخطأ قال له ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك الأرض. وطبعا آدم هو اللي دخل البؤس والشقاء على البشرية وما قدرش يرفعها، لكن نشكر الله لأن في واحد تاني اسمه آدم الأخير، الرب يسوع المسيح، اللي هو جاء لكي يرفع خطية العالم. إلى الآن هو متمهل، ما بيقضيش على الشر ويريح الناس من الأشرار، هيعمل ذلك عن قريب. لكن أمين. النهاردة احنا في زمان نعمته بيدعو الخطاة للتوبة. أمين. وكل واحد رجع للرب بالتوبة والإيمان ارتاح، تمتع بسلام مع الله. حتى لو الظروف صعبة الله بيقدر يدي سلام في وسط الظروف الصعبة. أمين. وزي ما قال المرنم، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. فربنا ما قالناش انه هيغير لنا وادي البكاء، لكن هيغيرنا احنا، فنقدر نجتاز في الألم لكننا مرنمين. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. آمين. نعم. آمين. آمين. أخ مازن. نعم. نجي لإلك هلا. طبعا مثل ما قلت أنا، عنوان الحلقة فيها هي عن الحياة. نعم. والأفاعي. نعم. ومنشوف أنه مثل ما قال الأخ يوسف، الله يعتني بالخليقة ومن خلال الظروف كمان بيخلينا نعبر. نعم. وطبعا بدخول الخطية صار ما بس في شرور من ناحية الإنسان، كمان الحيوانات نفسها. نعم. صارت شريرة. صح. فمنشوف في حيات وعقارب وحيوانات سامة وحيوانات مفترسة. نعم. ووجود طبعا الحية والثعبان والسموم يلي بتبثها في الإنسان. صح. فإذا ممكن تعطينا فكرة. نعم. عن الحية. طبعا شكرا أخت لما. وأحبائنا المشاهدين، تحدثنا في السابق عن مملكة النمل وأيضا مملكة النحل، وهذه ممالك جميلة ورائعة، وبالفعل كل الكائنات على وجه الأرض إنما بالفعل تعمل مشيئة الله حتى بوجود الخطية. طبعا كثيرين من الناس مجرد ما بيشوفوا الثعبان أو بيشوفوا الحية فجأة يكون أخت لما هنا خوف في قلب الإنسان. صحيح. في الحقيقة راح نشوف إذا أخونا المخرج نأخذكم في جولة ممتعة أحبائنا عن الحية، شكلها كيف تؤثر على الإنسان، أين توجد غدة السم الموجودة فيها، كيف تؤثر فيما بعد على الناس. إذا أخونا المحبوب المخرج يحط لنا الصورة الأولى، راح نروح في جولة ممتعة من أستراليا لأمريكا لفيما بعد لشيكاغو وأيضا في كاليفورنيا، ونذهب إلى فيتنام أيضا. هذه الصورة أحبائنا اللي بيشوفوها الأولى هي واحدة من الأفاعي واللي تنتشر من كندا إلى أقصى الصحراء في أفريقيا، هي قادرة على أن تكون موجودة في الغابات وموجودة أيضا في الصحراء عالية وشديدة الحرارة، وأيضا قادرة هذه الحية أن تذهب إلى أعماق البحار، فهي موجودة على كل المناطق اللي موجودة على وجه الأرض. هذه الأفعى اللي بتشوفوها هي قادرة على تسلق الأشجار، بنشوف بالصورة اللي بعدها لديها أكبر عيون مثبتة على الأفاعي، وقادرة على تسلق الأغصان والأشجار العالية. وبنشوف بالصورة اللي بعدها إنه لديها أجهزة حساسة سنتعرف عليها فيما بعد،
قادرة على أنه تعرف الحيوانات والكائنات على مسافة منها، ولديها أجهزة استشعار قسم منها حرارية وقسم منها بالغة التعقيد موجودة في لسان الأفعى أو الحية. نشوف بالصورة اللي بعدها أن الحية اللي شفناها نفسها اللي موجودة في جنوب أفريقيا بطريقة الاستشعار استطاعت أن تبتلع السحلية أو الزواحف اللي شفناها قبل قليل بسرعة يعني تعتبر عالية للغاية، وبدون حتى الحيوانات على الرغم من كل أجهزة التحسس اللي فيها، الحية قادرة على أنه يعني تؤثر وتعض وتلدغ ابتداء من الفأرة إلى الإنسان إلى الفيل بعضة واحدة. قسم من هذه الأفاعي الخطرة للغاية قادرة أنه تقتل فيل على الرغم أن حجمه يساوي مئات أو لربما آلاف المرات بمقدار الحية الواحدة. ممكن نشوف بالصورة اللي بعدها أخونا المخرج أن من صفات الحية والأفعى أحبائنا تكون ذات ألوان جميلة ولديها جلد مرقع، حتى عندما تكون مرفوعة فوق الأغصان والأشجار لا ينتبه لها الإنسان ولا حتى الحيوانات الأخرى، يتصوروها أنه هي قطعة شجرة أو أوراق براقة، فهي مغطاة بجلد يعني ذا ألوان جميلة وخادعة، وفي ذات الوقت تستطيع أنه تمشي على الأرض وترتفع فوق أغصان الأشجار. بنشوف بالصورة اللي بعدها أيضا أنه يوجد لديها جهازين متقدمين للغاية في اللسان، هناك معمل كيميائي لم يسبق له مثيل، هي بتخرج اللسان إلى خارج الفم وهو يفحص الهواء المحيط ويستطيع أن يتعرف أن هناك فريسة أو ضحية أو حيوان حتى لو كان متخبي وراء شجرة أو في داخل صخرة. اللسان معمل كيميائي خطير يستطيع أن يشم الهواء يدخل فيما بعد إلى داخل الفم، وتوجد هناك غدة في أعلى الرأس مثل ما بتشوفوا لونها أحمر تفحص الهواء وبتعرف وين مكان ونوع الحيوان والفريسة اللي موجودة. ونشوف بالصورة اللي بعدها أنه تستطيع فيما بعد أنه تستطيع أن تستخدم هذه الحواس لأجل اقتناص الفريسة. هذا العالم الأسترالي من جامعة ملبون وهو متخصص في علم السموم، وطبعا يستعمل طريقة يعني قوية وتحتاج إلى شجاعة وإقدام، ويمسك الأفعى من رأسها ويضخ السم في علب مثل ما بتشوفوا. لديه 50 نوع من الأفاعي في أستراليا وفي العالم مسجل 2800 نوع من هذه الأفاعي، ربعها على الأقل خطير وخطير للغاية، ورح نشوف مقدار السم القاتل الموجود فيها. بننتقل إلى الصورة اللي بعدها أخونا المحبوب المخرج، ونشوف أن الأفعى تعتمد على نابين شديدي القوة موجودين تماما في مقدمة الفم، وطبعا غدة السم متصلة في هذين النابين المثقوبين، فبمجرد ما تهجم على الفريسة يخرج السم بسرعة ويسري في جسد الفريسة. وطبعا رح نتعرف فيما بعد أن هذه السموم ليست نوع واحد أحبائنا المشاهدين وليست نوعين، يوجد هناك 20 مليون نوع من السموم في العالم، ونحن البشر يعني قد ما تقدمنا إلى هذا اليوم لا نزال متأخرين للغاية. عدد السموم اللي فقط سجلناها وعرفناها 10,000 نوع من 20 مليون، واللي بنعرفها ودرسناها وقدرنا نخرج منها طريقة لمعالجة السم 500 نوع فقط. هذا بيدل على أن الإنسان ضعيف وأنه محتاج إلى إله حكيم حتى يحميه في هذا العالم الشرير،
وراح نشوف بالصورة اللي بعدها أحبائنا بأخونا المحبوب. هذه غدة السم أحبائنا اللي موجودة في فم الأفعى وتتصل بالناب، ويوجد ثقب في داخل الناب. بمجرد ما تخرس في الفريسة يسير السم بسرعة ويذهب في جسد الضحية. طبعا الأفعى أحبائنا خطيرة وقاتلة وليس لها صديق، ونحن بالعربي بنقول ما عندهاش يوم مرحمين يعني بهالمعنى، لأنها راح نشوف بالصورة اللي بعدها أنه حتى العلماء، هذا العالم الأسترالي اللي هو متمرس للغاية، في لحظة غافلته الأفعى وقرصته في يديه مثل ما بيشوفوا بيأشر في إيديه، وطبعا استخدم مضاد السم وقدر يطلع منها. وهو قال يعني أنا ما كنت أتصور إطلاقا بأنه السم لديه هذه القوة العظيمة على الإطاحة بأقوى إنسان على وجه الأرض، إن كان شاب أو إن كان رياضي. بنشوف بالصورة اللي بعد أحبائنا المخرج، هذه هي أكبر أنواع الأفاعي الموجودة على وجه الأرض، طولها 10 أمتار ولديها 18 ناب موجودة في فمها، وهي قادرة بوجود 10,000 عضلة في جسدها المرن أنه حتى تعصر وتقضي على حياة الحيوانات بكل أنواعها، ابتداء من التمساح وإلى أي حيوان آخر. بالصورة اللي بعدها بنشوف العالمة الفنزويلية اللي تراقب هذه الأفعى وتحاول أن تدرس كيف يمكن أن نسيطر ونتخلص من سمومها. قالت في لحظة، في ثانية، كادت هذه الأفعى أن تقضي عليها. 6 علماء ماتوا بسبب لدغات الحيات، وعلى الرغم من كل الطرق العلمية اللي موجودة فينا لمراقبتها، لكنها بالفعل يعني كائن شديد الخطورة وينبغي أن ننتبه إليه. سريعة جدا، سريعة نعم للغاية. بنشوف في الصورة اللي بعدها، هذه هي راح نقول بعض الصور القليلة أحبائنا، أفعى الكوبرا الكينغ المعروفة المشهورة، طولها 5 أمتار. السم الموجود فيها قادر على قتل 12 إلى 30 إنسان مرة واحدة، فطبعا شديدة السمية للغاية، وتقف وكأنها لها جبروت ولا تخاف من شيء إطلاقا من أي حيوان. مباشرة لديها القوة والجرأة ولديها السلاح لأجل ضرب الفريسة المقابلة. الصورة اللي بعدها بنشوف أحبائنا، هذه أفعى أسترالية لديها سم 10 أضعاف سمكة الكوبرا، قادرة على قتل 200 إنسان مرة واحدة، فهي شديدة السمية للغاية الفلاي بان. والصورة اللي بعدها أحبائنا ممكن نشوف أن هذه أيضا تقتل بحدود 250 إنسان مرة واحدة. والصورة اللي بعدها راح نشوف أفعى قادرة على قتل 500 إنسان مرة واحدة، هي تعتبر بالدرجة الثانية الأكثر سمية على وجه الأرض. والصورة اللي بعدها راح تشوفنا الأفعى اللي تعتبر الأقوى في العالم، قادرة على قتل 1,000 إنسان مرة واحدة. يعني إذا جبنا 1,000 مثل هذه الأفاعي في مدينة عدادها 1,000,000 إنسان، ممكن يقضوا على 1,000,000 إنسان 1,000 أفعى من هذا النوع. طبعا راح أترك التعليق والأسئلة ونرجع فيما بعد نشوف بعض اللقطات من فيتنام وماذا تعمل هذه الأفاعي فيها. صح، نرجع للكتاب المقدس بعد هالمقدمة اللي شفناها. مرعبة طبعا. الرب يبعد كل الشر عن إخوتنا في كل مكان باسم الرب يسوع. يبعد الأفعى ونحكي عنه هلا اللي هو جاي منه. نعم. أخ يوسف، سفر تكوين 3 منشوف: وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة.
وهون منشوف انه الشيطان تكلم بالحية. وطبعا الحية واحيل يمكن بتجي انها هي مخادعة وبنفس الوقت لماعة وجميلة. وبعدين منشوف انه بعد ما حكتها وزرعت السم بافكارها لحواء وخلتها تعصي الله وتسقط، بيقول الكتاب انه الرب قال للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم إلى آخره، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. منشوف أنه الرب تكلم مع الحية. وبتجينا أسئلة كثيرة بالحقيقة. أنا أحيانا بشوف الحية بقول سبحان الرب على هالجمال، بيقولوا لي هاي شيطان كيفك بتقولي. هل الحية هي الشيطان أم هي رمز؟ ومن هو نسل الحية ومن هو نسل المرأة؟ أسئلة حلوة. لكن أنا أحب قبل ما نسيب اللي احنا كنا بنشوفه ده اللي فعلا يعني أنت خضتنا وخوفتنا، بس كويس أنا خوفتنا علشان نخلي بالنا. صح. أنا عندي خبر حلو وخبر وحش. نعم. الخبر الحلو حبتدي بيه إن ربنا قريب. أمين. هيعتق الخليقة من الحالة دي. أمين. الفوضى. احنا كنا بنتكلم على الناس الشرسين. نعم. وبنقول ان ربنا مطول باله لكن مش على طول. صح. وهيجي وقت فيه يوقف شر الانسان. طب وماذا عن شر الحيوان؟ وبرضه هيوقف شر الحيوان. أمين. في أزمنة جميلة اسمها أزمنة رد كل شيء. أمين. ولقد تحدث جميع الأنبياء عن هذه الأزمنة. نعم. حكتفي بس بآية واحدة في إشعياء أصح 11. نعم. لما يقول فيسكن الذئب مع الخروف ويربط النمر مع الجدي. نعم. لغاية لما يوصل يقول، وده المهم بقى، يلعب الرضيع على سرب الصل. نعم. اللي انت خوفتنا منه ده. هيجي وقت الرضيع يلعب. أمين. على سرب الصل. أمين. ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. أمين. لا يسوؤون ولا يفسدون. يعني السم ده اللي انت بتقول. أمين. لسه يا دوبك اكتشفنا. نعم. علاج لخمسمائة سم من. نعم. كذا مليون. مظبوط. نعم. الرب هيعالج كل ده. أمين. بكلمة واحدة من غير بقى ما يجيب لقاحات أو مفيش. نعم. مظبوط. ده الخبر الحلو. أمين. ان قريب الخليقة ستعتق. أمين. من عبودية الفساد. أمين. الى حرية. أمين. مجد. أمين. اولاد الله. امتى؟ لما المسيح يملك. أمين. امال النهاردة مين اللي مالك؟ بكل اسف رئيس هذا العالم هو الشيطان. فما فيش طبعا ما فيش غرابة. نعم. ان طالما الشيطان هو اللي مالك على الكون. صح. وعلى العالم ان تبقى فيه حياة زي ما هنشوف الوقت. نعم. حاجة تانية اللي هي خبر بعتبره انه خبر مش حلو يعني. هو ان الانسان مكتوب عنه كده سم الاصلال تحت شفاههم بألسنتهم قد مكروا. ولما نرى رسالة يعقوب اصح 3 نلاقي انه بيوصف الرسول يعقوب اللسان والفم بوصفين نار. أي وقود تحرق. يعني ممكن إن اليومين دول في حرائق في استراليا ونسمع عن حرائق في أمريكا. صح. غابات بتتاكل بهكتارات وآلاف وربما أكتر من آلاف الهكتارات بتدمر بيمكن عود كبير. صح. اللسان كده. اللسان نار. لكن مش بس كده، هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا، به نبارك الله وبه نلعن الناس الذين تكونوا على صورة الله. ده الخبر اللي مش كويس، ان احنا فينا اللسان اللي عاوزين نقول له الرب اجعل يا رب حارسا لفمي. أمين. احفظ باب شفتي. بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك، سؤال جميل. الشيطان واحدة من ضمن أسماءه حية. صح. لكن طبعا في تكوين 3 الشيطان استخدم الحية. يعني دخل في الحية وتكلم على لسان الحية، فاستخدم الشيطان الحية في تكوين 3، لذلك صار أحد أسماء الشيطان الحية القديمة. الاسم ده يتكرر أكتر من مرة في سفر الرؤيا. صح. مثلا لو قرينا في رؤيا 20 هنلاقي إن اسمه التنين، الحية القديمة، الشيطان، وإبليس، أربع أسماء وتتكرر مرة تاني. إذن الشيطان استخدم الحية كمطية، وعشان كده الرسول بولس يقول أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. ونسل مين هو نسل الحية ونسل المرأة؟ نسل المرأة طبعا معروف شخص عظيم اللي هو الرب يسوع المسيح. لماذا سمي نسل المرأة؟ لأن زي ما احنا عارفين كل البشر اتولدوا من أب وأم إلا واحد بس ولد
من أمه فقط. آمين. لماذا التفرد بتاع المسيح ده مش زي ما البعض بيعلم تعليم غلط 100%؟ يقول لك ما هو آدم من غير أب وأم. صح. آدم مخلوق فكان شيء طبيعي أنه يكون من غير أب وأم. حواء يقول لك إنها من أب من غير أم، غلط، لأن آدم مش أبوها، آدم زوجها ورجلها، كلام غلط. لكن المسيح بعد أن خلق آدم وحواء دخل بلايين البشر للعالم كلهم عن طريق تزاوج رجل بامرأة، ده الطريقة بتاع ربنا. صح. لكن جه واحد بقى اختلف. لماذا؟ لأنه هو مختلف، لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد. فلما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. كان ممكن الله يبعت ابنه من غير المرأة، بس أنا أعتقد أنه زي ما الشيطان أهان المرأة بأن جعلها مطية لإدخال الخطية، الله أراد تعويض المرأة فأكرمها بأن تكون وسيلة لإدخال المخلص. فنسل المرأة هو المسيح. آمين. أما نسل الحية فهم كل أولاد الشيطان اللي قال عنهم المسيح أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. آمين. آمين. طبعا مع ذكر الشيطان في الكتاب اللي حضرتك كتبته عن الشيطان، وانت سألت سؤال بأول الكتاب وجاوبت عنه انه لماذا انت كتبت الكتاب لماذا الشيطان. وطبعا جوابك كان يعني بكل بساطة لان حربنا هي معه. صحيح. والمسيحية ليست ملعب وانما هي ميدان معركة. ومثل ما سمعنا هلا بالسموم، الحقيقة انواع السموم كلها بالتفصيل رح نحكي عنها بعد شوي بالحلقة، كيف الشيطان لكل نوع من السم او الجلد هو تماما اخذ من صفات الحية بشكل كامل، يعني بالطريقة اللي تتلون فيها والقنص السريع ومراقبة الفريسة ومعرفة نقاط الضعف وكلها. مشان هيك اخ مازن بتكمل لنا شوي عن الحية. نعم طبعاً. أحبائنا بنروح فيما بعد الآن إلى فيتنام كواحدة من الصور، إلى أخونا المحبوب المخرج بيكمل لنا بعض الصورة. مضبوط، هذه الصورة أحبائنا اللي بتشوفوها هي عبارة عن واحدة من الجبال والغابات، وطبعا يعني هي واحدة من البلاد الجميلة، يوجد فيها أمطار وطبيعة ساحرة والناس فيها بسطاء وفقراء. فرح نشوف بالصورة اللي بعدها أن كثير منهم مزارعين يقطعوا يعني الجبال ويحولوها إلى أرض وبيزرعوا كثير من الرز والخضروات فيها. ورح نشوف بالصورة اللي بعدها أن كثير منهم بسطاء لا يمتلكوا حتى أحذية أو أي شيء للوقاية، وفي هذه الغابات الكبيرة والمزارع الكثيرة يوجد هناك بيئة تعتبر جنة لوجود الأفاعي وغيرها. يوجد في فيتنام 200 نوع من الحياة اللي 50 منها تعتبر سام وبالغ السمية. فطبعا الفلاحين هم وبيشتغلوا بالأرض مش عارفانين، بتأتي هذه الأفاعي وبتلدغهم. راح نشوف صورة اللي بعدها أخونا المخرج، هذه صورة عن أفعى الكوبرا المشهورة اللي هي لديها أجهزة استشعار ليس فقط في اللسان وإنما في أنفها، يوجد هناك استشعار حراري قادر أنه ترى في الظلام وترى في النور، ويوجد في العين شق قادر أنه يسحب ضوء أكثر فتحدد الفريسة وتضرب الضربة القاتلة مرة واحدة. بنروح بالصورة اللي بعدها ونشوف أن صور الأفعى الكوبرا أنها تنتظر الفريسة وترتفع وتنظر وتستخدم أجهزة الاستشعار والعيون. وفيما بعد بنشوف بالصورة اللي بعدها إنها تهجم على الإنسان، وبمجرد أن يدخل السم اللي راح نشوف بعد قليل التركيبة والتأثير يؤدي على سبيل المثال في أفعى الكوبرا بتوقيف الجهاز العصبي، وطبعا بمجرد ما تقف الرئتين يتوقف التنفس ومباشرة الكبد
مع الكليتين مع المعدة بيموتوا. تقف تماما فيموت الإنسان بسبب الاختناق. ورح نشوف بالصورة اللي بعدها أن في مستشفى هانوي يوجد قسم كبير لاستلام هالفلاحين والناس اللي موجود المصابين بلدغات هذه الأفاعي السامة المتنوعة. وفي الحقيقة إن لم يتم إسعافه على وجه السرعة وأعطاء هواء من جهاز التنفس الاصطناعي فإن هذا الإنسان سيموت لا محالة في فترة ساعات قليلة. بنشوف بالصورة اللي بعدها إنه يوضع جهاز التنفس على وجه السرعة للإنسان ويعطى رح نشوف بالصورة اللي بعدها إنه يكون الجهاز العصبي قد توقف تقريبا حتى الإنسان غير قادر على النظر واستخدام العينين أو التركيز. وطبعا سنويا بيموت 120 ألف إنسان من السم الأفاعي وهي أكثر حيوان قتلت ناس على ممر التاريخ. وطبعا يوجد ملايين آخرين لولا استخدام مضاد السم لكان أيضا ماتوا. طبعا هذه لقطات يعني قد تشعركم أحبائنا بالحزن لأنه بسبب وجود هالأفعى. لكني أتذكر على سبيل المثال ونحن عشنا في الشرق أن هناك أناس أكثر سمية وخطورة من هذه الأفاعي. على سبيل المثال يوجد هناك مسلسلات ناس كثيرين قاعدين في بيوتهم يتفرجوا على مسلسلات تتكلم عن عصابات المخدرات وتوزيع المخدرات والقتل والسرقة وأمور كثيرة. فطبعا الناس اللي قاعدة تتفرج ليل مع نهار تدخل هذه السموم عبر التلفزيون إلى داخل عقل الإنسان. ومثل ما شفتوا أحبائنا كيف إن هذا السم يؤثر على هالناس يشل الجهاز العصبي العينين والعقل والإنسان بيكون مطروح. وفي الحقيقة حتى لو في مستشفى هانوي بيحطوا مضاد للسم يحتاج على الأقل 30 يوم حتى يطرد السم من داخل الجسم. فلا تعتقدوا أن الموضوع سهل. كثير من هؤلاء على حافة الموت. وناس كثيرين في الشرق عندما يتفرجوا على مسلسلات اللي أكثر سمية قريبين إلى الموت نصلي باسم ربنا يسوع المسيح أن كثيرين يفوقوا من هذا السم القاتل ويتعرفوا على الرب يسوع المسيح وأيضا يعلموا أولادهم وأهاليهم وما بيتفرجوا على هالمسلسلات لأن كل ما بيتفرجوا سم أكثر بيدخل في داخل العقل. تفضل. عندي تعليق صغير على كلام حضرتك. نعم. إن منظر الحية جميل زي ما شفنا. نعم. فعلها خطير. صح. وأعتقد في حاجات كتيرة. الكتاب المقدس حذرنا لا تنظر إلى الخمر ما تحمرت وساغت مرقرقة في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفوان. وما كانش أيام سليمان لما حذر ما كانش فيه البورنوغرافي وما كانش فيه الأمور النجسة اللي موجودة النهاردة. نعم. طبعا دي برضو من خارج تظهر جميلة, لكن نعم. فعلها زي ما حضرتك تفضلت نعم. مدمر. صح. كم واحد يموت من الحياة؟ 100,000 120 ألف إنسان اللي مسجلين يعني في مناطق في دول العالم بيموتوا والأهل بيشوفون ميتين بيتفنوا. نعم. 120 ألف إنسان في السنة. في السنة. لكن ال 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 النجاسة والإدمان نعم. والشراسة نعم. قتلت أكثر. نعم مليارات أكثر. نعم. يعني قيل قديما أنه نعم. قتل شاول ألوف وداود ربواته. صح. قتلت الحياة ألوفها نعم. وقتلت النجاسة والشراسة ربواتها. نعم. نعم. صحيح. ومثل ما سمعنا أخي يوسف بنحب أنك توضح مثل ما قال أخ مازن أنه ما في مناعة على الجسم تجاه السم. صح. يعني لازم يأخذ دواء شيء خارجي ينظف. أيوة. فلو توضح شوي عن الخطية كمان لأنه في كتير ناس بيظنوا أنه هن قادرين بقدرتهم أو بأعمالهم أنه يوصلوا يصيروا يعني مناح ويرضوا الله وبالنهاية يروحوا للجنة إذا كان في جنة. فإذا ممكن توضح من وجهة نظر الكتاب المقدس مثل ما قال وقت يوحنا المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم تماما يعني يرفع السم الخطية من جسم الإنسان.
ليش لازم نولد من جديد؟ هو الرب له المجد في إنجيل يوحنا أصح 3 تكلم مع رجل متدين. يعني الأصح اللي بعديه التقى امرأة سامرية كانت عايشة في الخطية، لكن ما قالهاش ينبغي أن تولد يوم الفطر، مع أنه طبعا لازم تولد، لكن قال الكلام ده الراجل متدين، راجل شيخ محترم في نظر المجتمع اليهودي أكثر الناس احتراما. هل هذا المحترم محتاج يتولد من فوق؟ أيوة، لأننا كلنا زي داود ما قالها، أنا ده بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي، محدش نجا من سم الخطية، محدش نجا. إحنا في التركيبة بتاعتنا، في التكوين بتاعنا اتولدنا بالخطية، محتاجين نتولد من الله. في الحقيقة في اتنين ينبغي في يوحنا 3، ينبغي أن تولدوا من فوق. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق، لكن في ينبغي تانية، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. كأن المسيح بيقول لنيقوديموس أنت ينبغي تتولد مرة تاني وأنا ينبغي أموت. أنت ينبغي تتولد، وعلى فكرة واحد قال تعبير جميل، اللي يتولد مرتين يموت مرة واحدة، أو يمكن ما يموتش، صح، واللي يتولد مرة واحدة هيموت مرتين. فأنت اختار، عايز تتولد مرتين وتموت مرة، ولا تتولد مرتين وتموت مرة واحدة، أو تتولد مرة وتموت مرتين. تبقى مصيبة سودة. صح. الحاجة التانية إن مش بس ينبغي إني أخد طبيعة جديدة بالولادة من الله، لكن كمان ينبغي أن المسيح يموت علشان يرفع الخطية من علي. والمسيح شبه الموضوع ده بالحية برضه، يعني الكلام ده كان كلام مرتبط بالحية. صح. كما رفع موسى الحية في البرية، لما لدغت الحياة بني إسرائيل مات منهم قوم كثيرون زي ما سمعنا دلوقتي، لدغات قاتلة. فالرب علشان لما الشعب صرخ لموسى، موسى صرخ للرب قال له طيب يا موسى اعمل لك حية من نحاس، يعني حي شكل حية لكن ما فيهاش سم. مين ده اللي اتصلب واترفع على راية رابية الجلجسة؟ ما كانش فيه سم لكنه مات لأجلنا، هو المسيح الوحيد اللي اتولد من غير سم، زي ما كنا بنقول من شوية اتولد من غير زرع بشر، فده ما اخدش سم من آدم، لا ما اخدش، فكان في شبه جسد الخطية لكن ما كانش فيه خطية على الإطلاق. والذي ينظر إلى حية النحاس يحيا. وهكذا قال الرب في إشعياء 45، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. السم بيسر فينا، لكن نظرة واحدة إلى الصليب، إلى المسيح الذي صلب وليس فيه خطية، هذه النظرة تدينا مش بس الشفاء لكن تدينا الحياة. كل من نظر إلى حية النحاس يحيا. آمين. 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 الرب يباركك. عندك تعليق أخ مازن؟ ممكن أروح على تركيبة السم إذا في نروح ندرس أوكي. أيضا موضوع تركيبة شوي السم، لأن بعدين بدنا ندخل بعمق أكثر بالموضوع ونحكي عن أنواع السموم من الناحية الروحية، والأخ يوسف طبعا حتى ينصح المؤمنين كيف يكونوا يعني واعيين لحياتهم الروحية. أنا مسرور جدا لوجود أخي المحبوب الأخ يوسف، يعني ولازم نستفيد قدر الإمكان. مضبوط. آمين. ربي يزيدك من كل نعمة أخي المحبوب. فتفضل بسرعة أنواع السموم. فأحبائنا طبعا كثيرين من الناس يسألوا يعني كيف إن هذا الحيوان مثل هذه الأفعى بهذا الكمية القليلة من السم قادرة على أن تقتل 100 إنسان مثلا. وكثيرين من الناس يقولوا طيب هل يعني ممكن إنه نوجد علاج لها؟ راح نشوف أحبائنا مجموعة من الدراسات اللي أجريت في أستراليا على يد عالم السموم الأسترالي براين فلاي، وهو متخصص، والحقيقة في عنده كتابات رائعة نشرت في كل أنحاء العالم عن دور هذه السموم. وراح نشوف فيما بعد كيف إن هذه السموم تشبه بالفعل دور الحية أو بمعنى آخر الشيطان في تسميم عقول الناس، تماما الصورة متشابهة ورح تشوفوها في المستشفيات بهذه الصور. أخونا المحبوب المخرج بيحط لنا الصورة الأولى من المجموعة الثانية.
الثانية، ورح نشوف أحبائنا. هذا هو عالم الأسترالي المتخصص في علم السموم، ولديه في المختبر في جامعة ملبون، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علم السموم. وطبعا ناخذ المكالمة من أمريكا. أيوة. سوري قبل ما تبلش. مكالمة من أمريكا من الإخت لينا. تفضلي إخت لينا، أهلا وسهلا فيكي. إخت لينا. إيه سامعتيني؟ سامعتك، تفضلي. أنا أول شيء بريد أقول إنه نشكر الرب مشانك ومشان الأخ مازن. ربي يباركك. دكتور رياض، بركة كبيرة كبيرة لإلي بشكل خاص لإلي أنا. محبتكم وصداقتكم وطاعتكم للرب والقدوة اللي بتعملوها في حياتي، يعني أنا بشكر الرب مشانكم. نشكر الرب، ربي يباركك. ثانك يو. وفي سؤال بدي أسأل. الرب يقول كونوا حكماء، أول شيء بيقول كونوا بسطاء كالحمام وكما كالأفاعي والأفعام. صح. طيب كيف ممكن المؤمن بهالحياة والظروف الصعبة والصراعات اللي عم بتصير بهالأرض، كيف ممكن يكون بسيط الحمام كالحمامة وحكيم كالحي؟ شو رأيكم؟ أوكي أخت لينا، ربي باركك وشكرا على مكالمتك، وانبسطنا نسمع صوتك. وأخي يوسف رح يجاوب على السؤال. هو في الحقيقة الأخ مازن المفروض يجاوب، لكن أنا هقول اللي عرفه، يمكن حضرتك تضيف على الكلام شيء. لما بيقول ها أنا أرسلكم كحملان في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. بدأ بالحكمة كالحيات. اللي قريته على الكاميرا اللي قريته، ويعني أعتقد إن هو كده مظبوط، إن الحية لا تعرض نفسها لخطر بلا لزوم. يعني مش بتستعرض نفسها، هي بتتخفى وبتجتهد بقدر الإمكان ألا تظهر. وزي ما سمعنا من الأخ مازن إنها عندما تنقض على الفريسة في لحظات، مش بتيجي تقول لك أنا الحية جاية لك بكرة فاستعد لي، لا هي ما بتعملش كده. فكونوا حكماء كالحياة، لا تعرضوا أنفسكم للخطر. بس أنا عرضة عشان ما عرضش نفسي للخطر إني أأذي الآخرين. لك عشان كده المسيح على طول قال وبسطاء كالحمام، الحمام عمره ما يأذي حد. فإذا أنت ما تحاولش تأذي نفسك أو تعرض نفسك للأذى دون أن يعني ذلك أنك تعرض اللي جنبك للخطر، لا الحمام ما بيعملش كده. فكن حكيما كالحية، تتجنب المخاطر قدر الإمكان دون أن تعرض سواك للخطر. ده اللي أفهمه من كلام الرب اللي جه في متى 10 وهو بيبعت الرسل في الإرسالية، كونوا بسطاء، كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. آمين. الرب يباركك، الرب يباركك. يعني ممكن أيضا أنا أشكرك أختي لينا على هذا السؤال الجميل، وطبعا في عندي إضافة علمية على هذا الأمر. مثل ما قال أخي المحبوب الأخ يوسف، أن بالفعل أن الحية لديها مواصفات عظيمة من جهة غدة السم واللسان وكل الأمور، وتعرف إمكانيتها، لكنها بالفعل حذرة للغاية من كل الأمور التي من حولها. فطبعا هذا أيضا بينبه المؤمن أنه أنت عايش في هالأرض، ليسوا كل الناس هم بسطاء كالحمام حتى تتصرف معهم بهذه الطريقة، لكنك أنت ستكون في هالعالم الشرير في أشرار كثيرين. فأنت مزود عبر كلمة الرب، وكلما تقربت وامتلأت من الروح القدس وفهمت فكر الله، قادر أنه تتصرف بحكمة. إن كان مع الناس المحتاجين المنكسرين تتصرف كحمامة، ولكن عندما يأتي الأشرار أنت بتكون منتبه، لأنه ممكن أن يسببوا الأذى لك ولعائلتك. أخونا المحبوب المخرج بيحط لنا صورة العالم الأسترالي براين، ومثل ما أن هذا العالم متخصص في دراسة السموم، ورح نشوف بالصورة اللي بعتها أحبائنا أنه وقرر أنه يعمل دراسة حتى نحن أيضا نتعلم ماذا يفعل سم الحية في جسم الإنسان. هو راح سحب كمية من الدم اللي إليه ووضعها في علبتين. ها
هذه العلبة اللي بتشوفوها القنينة فيها كمية من الدم لنفس العالم. بروح بالصورة اللي بعدها أحبائنا المشاهدين راح إلى أفعى مثل ما بتشوفوها خطيرة وشكلها طبعا مرعب. بنشوف بالصورة اللي بعدها أنه سحب السم اللي موجود من فمها، وهم بيسموه العلماء بالضبط مثل أنه يحلبوا البقرة، بيقولوا نحن نحلب الأفعى، أي أن نخرج السم اللي موجود منها في قنينة أخرى. بنروح بالصورة اللي بعدها أحبائنا المشاهدين ونشوف أنه يتم مسك الأفعى من رأسها بقوة، وفيما بعد تغرس أنيابها في داخل قنينة مغطاة بغطاء، فيخرج السم من فم هذه الأفعى يتجمع في هذه القنينة، وطبعا يأخذوه لأجل فك الأسرار والشفرة الوراثية ودراستها. بروح بالصورة اللي بعدها، طبعا بالدراسات المتقدمة للغاية السم عبارة عن بروتين، والبروتين هذا أنتم شايفين مكبر لربما مليون مرة، وطبعا هذا له دور تماما يعمل عكس دور الله في جسم الإنسان. فكما يوجد بروتينات في داخل أجسامنا بتخلينا نعيش ونأكل وبتوصل الأكسجين لكل الخلايا، بيكون الإنسان نشيط وفعال وصحي، السم تبع الأفعى هو عبارة عن بروتين معاكس لعمل الله في جسد الإنسان. يعني هذا البروتين أول ما بيجي يدخل في جسم الإنسان يعمل فوضى عارمة في داخل جسم الإنسان، كل شيء الله عمله جميل في داخل جسم الإنسان هذا البروتين بيجي ويهدمه، فبالنتيجة لا يستطيع الإنسان أن يتنفس، لا يستطيع الأكسجين يصل إلى خلايا الجسم، ولا يصل الغذاء أيضا. بروح الصورة اللي بعدها، طبعا العالم براين أخذ كمية من السم ووضعها في داخل الدم. راح نشوف بالصورة اللي بعدها أنه في علبتين، واحدة فيها دم طبيعي بقى سائل، لكن بتشوفوا على جهة اليمين أن الدم تجمد لأنه السم سحب كل المواد اللي هي موجودة في الدم لأجل تجليطه، سحبها وعملها بلوكج، يعني خلاها تصير جامدة، كتلة صلبة جامدة، فطبعا هذه راح تؤدي إلى انسداد الشرايين وفيما بعد موت قلب الإنسان. وراح نشوف الصورة اللي بعدها تأثير هذا السم على الناس بصورة عامة. هذا مختبر في جامعة سيدني يتم في دراسة تأثير السم على الجسم. راح نشوف بالصورة اللي بعدها أنه السم يأكل أنسجة الجسم من الداخل، وبالصورة اللي بعدها يعمل أن أقوى الناس اللي هم ممكن يكون جسديا قوي وشاب وأقوى الرياضيين لا يستطيعوا أن يقفوا إطلاقا أمام هذا السم القاتل، لأن تحدث انفجار في داخل جسم الإنسان. أوكي. نعم. نطلع فاصل صغير وبعدين بدنا نرجع نكمل أنواع السموم، وإذا وهل ممكن أنه بعد الولادة من فوق أنه يبقى السم يدخل عند المؤمن. نطلع فاصل نسمع ترنيمة أعزائنا ونرجع نتابع حلقتنا في بصمات الله في الخليقة. Oh,
أهلا وسهلا فيكم أعزائنا مرة تانية في بصمات الله في الخليقة، وعم نحكي عن سموم الحية وعناية الله، وهلأ بدنا نشوف السموم الروحية في حياة المؤمن. أخ يوسف، بعد السم الأول يلي حط الشيطان بفكر حواء دخلت سموم كتير كتير للعالم، وحكينا كيف إنه ما بنقدر نحن نتخلص منها لا عمليا يعني لا حرفيا ولا روحيا. صحيح. مشان هيك نحن بحاجة إلى خلاص الرب يسوع المسيح. طيب هلا نحن خلصنا وصرنا مؤمنين، هل صار عنا حصانة ضد السموم أو لا تزال عنا حرب؟ مثل ما بيقول الكتاب حربنا ليست مع دم ولحم بل مع سلاطين. صح. لا، الحصانة مش موجودة طول ما احنا هنا، يعني نحن هنا في معركة. آمين. وسنظل في هذه المعركة إلى أن نصل إلى السماء. سواء بمجيء المسيح أو بذهابنا نحن إليه. فطوال فترة وجودنا نحن في معركة، لكن احنا مش لوحدنا. احنا عندنا سلاح الله الكامل الذي به نقدر أن نثبت ضد مكايد إبليس. والرسول بولس بيقول للمؤمنين في كورنثوس، ودول كانوا قديسين إلى كنيسة الله المقدسين، ومع ذلك بيقول لهم أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. والحقيقة المحزنة إن عدد كبير من أولاد الله الأعزاء ما بقاش المسيح بس هو اللي مالي الفكر والكيان، هو الموضوع المشغولية. فسدت الأذهان عن البساطة. صح. التي في المسيح. إيه البساطة التي في المسيح؟ الحمام يتميز بالبساطة، وهو لا يعرف إلا وليفه بس. إحنا مفروض كعذراء عفيفة للمسيح، ما نعرفش غير المسيح. عذراء تعرف المسيح اللي هو خطبها، لكن إذا كانت العين زايغة ومفكر في ده وده وبنجري ورا ده ورا ده، يعني واحد قال التور لو غير صاحبه حب يجره ينطحه، ولو الحمار حد غير صاحبه حد يجره يرفسه، لكن الإنسان بالأسف لو حد غير صاحبه اللي هو المسيح حب يجره يجري وراه للأسف الشديد. إذن علينا أن لا تفسد أذهاننا عن البساطة التي في المسيح، وإلا يبقى الحية ضحكت علينا. صحيح. معنا مكالمة. الأخ ماجد من سيدني، تفضل أخ ماجد. يا أختي دايما ازيك؟ نشكر الرب. أهلا يا أخ ماجد، مرحب بيكي وبالأخ مازن وطبعا خادم الرب الأخ يوسف. أهلا بيك. أنا برجو زيادة توضيح من قول يوحنا المعمدان عن الكتبة والفرسين أولاد الأفاعي. وما هو الفرق بين الحية وسمومها والشيطان من ناحية الروحية ومن ناحية تأثيره مع الحرب الروحية للمؤمن؟ سؤال ثاني، لماذا سميت الحيات بالحيات المحرقة في الكتاب المقدس؟ ونر يعني أرجو شرح كلمة المحرقة. وطبعا انت الأخ مازن اتكلم عن الناحية العلمية، والأخ يوسف اتكلم عن صلاح الله الكامل في الست. فنرجو توضيح من الناحية الروحية. آمين. الرب يباركك يا أخ ماجد ونشكرك على سؤالك. لماذا سميت الحياة المحرقة؟ هي في الحقيقة نقراها بالضبط عشان نشوف اللي اتقال في سفر العدد أصحاح 21. الكتاب بيقول لنا في أصحاح 21 من سفر العدد، فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل. أعتقد المقصود بالحية المحرقة الحيات المحرقة هنا إنها لما كانت بتبث سمومها في الإنسان كان الجسد كله بيولع نار، وده احنا عارفينها، يعني لما بيجي أي حاجة يصاب الجسد بالحمى. صح. بالحرارة. صح. الشديدة. صح. فكانت كأنها نار مولعة. وده التعبير بنستعمله، يقول لك جسدي كأنه في نار. صح. لما يكون في سم بيسري. صحيح. فيه فيبقى الجسد مولع نار، عشان كده حية محرقة. فأتى الشعب إلى موسى وقال أخطأنا إلى الرب، فصلى إلى الرب ليرفع الحياة، فقال لك اصنع لك محرقة. يعني كلمة حية موجودة في الكتاب لكنها مش موجودة في الأصل، أضيفت للتوضيح، اصنع لك محرقة وضعها على راية. وهنا بنشوف ان كلمة محرقة هي ذات كلمة صراف بالعبري صراف، وده بيفكرنا بشعيا لما شاف الصرافين
وبعدين لما قال أنا نجس الشفتين طار إلي واحد من الصرافين. بس هنا مش مجرد واحد من الصرافين من اللي جاء علشان يخلصنا، لكن الجالس على العرش. أيمكن أن يصدق هذا؟ أن العظيم الجالس على العرش مش بعت واحد من الصرافين عشان نجدة إشعياء، لكن بعت لنا الجالس نفسه، هو جه علشان يخلصنا احنا. آمين. من سم الخاطر. آمين آمين. رائع. طبعا أنا كنت حابب الرب يباركك أخ يوسف. أخ ماجد شكرا على هذا السؤال. يمكن بعد ما درسوا أخ يوسف الحياة والأفاعي راح نشوف بالضبط الحية اللي بالذات اللي حكت عن هذه المحرقة ماذا تعمل في جسد الإنسان، لأنه في نوعين من هذه الأفاعي بشكل عام. واحدة تضرب الجهاز العصبي، يعني تشل العيون والدماغ والإنسان مش قادر على التنفس فيموت. لكن في نوع ثاني يأكل دم الإنسان، وفيما بعد يحدث انفجار في كل شرايين الجسم. فعندما تأخذ صورة وكأن نار مثل أحرقت الجسم من أخمص القدم إلى الرأس. فرح أخونا المحبوب المخرج من آخر صورة، ممكن هذا أعتقد يعني رح يكون جميل أنه أحبائنا بيشوفوا أنه كلمة الرب صادقة وصحيحة، وأن كل العلم الآن اللي بندرسه ونكتشفه في الأرض إنما يثبت على وجه التحديد أن كل كلمة كتبت في الكتاب المقدس هي صحيحة. نعم. معنا مكالمة من سيدني. سامر، أخ سامر. أخ سامر تفضل، أنت على الهواء. ألو ألو، مرحبا أخت لما. أهلا وسهلا فيك أخ سامر. ربي باركك يا أخت لما. نشكر الأخ ماجد والاستاذ الفاضل الدكتور يوسف رياض. أيوة. اهلا بك. انا احييك يا اخي يوسف، انت موجود هنا باستراليا. شكرا يا حبيبي. انا دائما اقرا عن كتاباتك وكتبك. أخ سامر ممكن يرجع اذا يتصل. ممكن نرجع اتصل مره ثانيه. ربي باركك. انا كان في جزء من سؤال الاخ ما قلنا اولاد الافاعي. صح. ليش سماهم اولاد الافاعي؟ برضه نكملها. اعتقد المقصود احنا فهمنا ان الافعى تتلون وتتشكل. اعتقد انه لما جم الكتبه والفريسيين يتعمدوا من يوحنا مش بتوبة قلبية، لكن أرادوا ركوب الموجة. فقال لهم يا أولاد الأفاعي يلي بتمثلوا على ربنا، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا. فاللي بيحاول يمثل على ربنا وياخد توب مش الحقيقة يظهر بأمام الله، ده اسمه بحسب الكتاب المقدس أولاد الأفاعي. نعم. إذا ممكن أخونا المحبوب المخرج فقط بس يعطينا الصورة حتى الناس بيشوفوا كيف أن هذه طبعا مثل ما أن السم يدخل أحبائنا في جسد الإنسان، هذه الحية اللي هي المحرقة تعمل توقف وانفجار مثل ما أن في شرايين الجسم. وراح نشوف بالصورة اللي بعدها، لاحظوا أحبائنا طول الأنياب للأفعى وشدة قوتها والسم الخارج منها. أرجو باسم المسيح أنه جميع الناس ينتبهوا أنه أنتوا مثل ما سمعنا من الأخ يوسف في حرب على هذه الأرض، وأن الشيطان بالضبط مثل ما بتشوفوا له أنياب وأنياب سامة وأفكار الشرير في كل الأرض تجول. فالمفروض أن الناس يرجعوا إلى ربنا يسوع المسيح القوي القادر أنه يربط هذه الأفعى وسمومها عن بيوتكم. ممكن نروح للصورة اللي بعد أخونا المحبوب المخرج. طبعا إنه هذه الحية المحرقة بمجرد وصول السم إلى قلب الفريسة ينفجر القلب. ورح نشوف بالصورة اللي بعدها أن كيف أن لدغة من هذه الأفاعي بالضبط. هذه الصورة أحبائنا هي بالضبط ما حدث في شعب الله القديم وقت اللي زنوا وابتعدوا عن الله. هذه الحية ذاتها ثاي بان اللي قادرة أنه بلدغة واحدة تعمل حرق في جسم الإنسان مثل ما بتشوفوا من القدم إلى أعلى الجسم، وتسبب كأن نار تجري في داخل جسم الإنسان. وطبعا نشكر الرب يسوع المسيح
أننا جميعا ولدنا من آدم وحواء الساقطين، وكان هذا السم موجود في أجسادنا جميعا، ولكننا نحتاج إلى علاج، والعلاج يأتي بما يسمى ضد السم، لأن جسم الإنسان غير قادر على الشفاء. وضد السم أتى ربنا يسوع المسيح من السماء إلى هذه الأرض وقدم الفداء العجيب واشترانا ورفع سم الحية من أجسادنا وجعلنا خليقة جديدة الله. أمين أمين. يوسف، من أنواع السموم يلي بتصور هلأ، طبعا الشيطان حسب كل عصر بغير لونه مثل صحيح. الحية صحيح. يعني في أمور كانت بالعصور الماضية تعتبر خطية، هلأ نحن بنقبلها بكل بساطة. أيوه. بس في سم فظيع بتصور يعني كلنا بنمرق فيه، هو الخوف. حتى بالكتاب المقدس منشوف إيليا يلي هو مثل ما أنت حضرتك قلت عنه بواسطك أنه إنسان عظيم جبار، خاف من سم إيزابيل وهرب لنفسه وطلب صحيح. الموت لنفسه. تمام. فشو علاج سم الخوف؟ المسيح عدانا الأنتيتود بتاع السم ده لما قال لنا في لوقا أصحاح 12: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعد أن يقتل الجسد له سلطان أن يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. بعدين يدينا اطمئنان: ألستم تعلمون أن 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله، أما أنتم فجميع شعوركم محصاد. يبقى إذا ربنا بيطمننا محدش هيقدر يعمل لنا أي حاجة، محدش هيقدر ياخدنا ناقص يوم ولا يطول في عمرنا يوم. عمر الإنسان معروف عند الله، ومحدش من الدنيا ولا الشيطان نفسه يقدر ياخدني قبل بيوم ولا يقدر يزودني عن حياتي يوم. إذا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، خافوا من الله، خافوا الله. مرة تاني في كلام الرب لملاك كنيسة سمرنا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. وعلى كل حال ليس كل المؤمنين خافوا، صحيح إلي بطل وخاف، لكن داود مثلا قال: الرب نوري وخلاصي مما أخاف، الرب حسن حياتي مما أرتعب. وإليشع اللي جه بعد إلي لما نزل عليه قوات خاصة عشان تقبض عليه وخاف الغلام بتاعه، قال له: ما تخافش لأن الذين معنا أكثر من الذين معنا كتير. صح وأقوى. نعم. مثل ما مرة يمكن أنت قلت: اللي بخاف الله ما بخاف أحد. تمام. يعني يا بدنا نخاف الله وما نخاف حد، يا إما إذا ما بدنا نخاف الله رح نخاف من كل الناس من أي حد. وطبعا الإيمان والقرب من كلمة الرب نغذي وتجديد أذهاننا، لأنه بتغيب كتير أوقات عن أذهاننا بلحظة الخوف من نشعر وكأن الله تركنا، بس هذا ما صحيح. يعني عشان كده داود قال: في يوم خوفي أنا عليك أتكل. آمين. يعني أخاف أجري على ربنا. آمين. 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 أخ سامر، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية، تفضل. ألو، مرحبا أخت لما. أهلا أخ سامر، تفضل. الرب يباركك. سوري انقطع الاتصال. ما في مشكلة. أحب أحيي الأخ يوسف رياض. أهلا بيك. وأنا أقرأ كثير عن كتاباته الحلوة اللي تفيد يعني نعم. الأخوة اللي ما مؤمنين بالتبشير. آمين. وحيي الأخ الباحث المهندس. شكرا مازن، أخ مازن، ربي باركك. صحيح. الحلوة والشيقة والمفيدة. آمين. بس أحب أعلق على البرنامج، حلقة البرنامج، أنه أنا من خلال مشاهدتي يعني نظرتي للحياة شفت أن الإنسان أكثر وحشية من الوحوش الحيوانات. صح. لأن الحيوان بطبيعة حاله عندما يهجم على فريسته بغريزة الجوع، يعني بغريزة الجوع يعني يهجم على الفريسة لأنه جوعان مثلا. صح. يحب أنه يلبي غريزة الجوع عنده. بس الإنسان يتلذذ بالقتل والموت. صح. صح. يعني يتسلى. فاحنا يعني من خلال ملاحظتنا الحياة يعني نشوف انه هناك اديان شيطانية تزرع الكره. صح. والعداوة بين الناس. نعم. وهناك افعال يعني الشيطان قاعد يستخدم
وسائل عديدة يعني حتى في محاربة البلدان يعني حتى نعم. مثل ما عرفنا عن استراليا قبل أسبوع كان يحاول يدخل الأطمان من صحيح. يا أخ سامر بالحقيقة نعم. الأديان كلها من صنع الشيطان الله نعم. ما عنده دين نعم. الله عنده شخص الرب يسوع المسيح وخطته للخلاص يعني صح. حتى أنا يعني من أبشر عند أهلي وعند يقول أنا تسمعنا حكي على الأديان قلت لهم المسيحية المسيح مش دين يعني صح. مش صح. حياة نمط حياة نعم. هذا سم هذا الحقيقة أفظع سم في صحيح. التاريخ وضعه صحيح. الشيطان يعني صحيح. يعني هذا يمكن هاي الحية اللي بتقتل ألف لا ألف. يمكن هاي بتقتل 6 مليارات نعم. مش بس ألف هذا أفظع نعم. سم من سموم الشيطان اللي حطه بالبشرية هو صحيح. الأديان أول قاتل نعم كان متدين من صح. ملاحظتنا يعني نعم اللي قاعد يصنع الشيطان بحياتنا نعم. أنه كثير يعني من مصانع الخمور اللي نعم. هي سموم صح. وكثير من مصانع الدخان اللي هي نعم السجائر والمخدرات يعني كثير نعم. مصممة ومسرطنة صح. والدول موافقة على هذا الشيء يعني نعم. صح. أن تباع بالأسواق وسهل يمكن أخي سمير أنه سامر أنه مثل ما شفنا أن الشيطان وضع هذا السم لقتل كل الناس على وجه الأرض لكن نشكر ربنا يسوع المسيح لأنه كل الديانات اللي نشوفها على الأرض غير قادرة أنه تخرج هذا السم من جسم صحيح. الإنسان الوحيد هو ربنا يسوع المسيح اللي قادر أن يعمل مضاد للسم ويعيد الحياة باسم ربنا يسوع المسيح الرب يباركك أخ سامر ولو سمحت ممكن تترك نمرة تليفونك بالكونترول روم لأن نحب نتصل فيك بعدين نعم نعم شكرا وشكرا كثير لك ولاتصالك والرب يباركك ربي يباركم ربي يباركك شكرا فعلا سموم الشيطان فظيعة يعني سم التدين في طريقة بيغير فيها الشيطان يعني أحيانا ما بتظهر كأنه سم بتظهر مخدر يعني كلمة بساطة بتجي ببالي أبيض أو أسود يعني الإنسان بيشوف لون واحد بس الشيطان دائما عنده رمادي الرمادي صحيح فيا أخ يوسف منحب أنك تحكي للمشاهدين عن التعليم الكاذب اللي حاليا غزا الكنيسة بشكل لا يصدق يعني مثلا هلأ كتير بيقولوا ما في جهنم جهنم مستحيل الله كيف الله إله كل رحمة ورأفة ونعمة يسمح أنه يزت الناس بجهنم هاي واحدة من السموم فلو ممكن توضحها واحد قال أنه لا يوجد أخطر من شيطان يعتلي منبر الكنيسة يعني الشيطان بيدخل في كل مكان بيوت الدعارة في الأهاوي في صلاة الأمار ماشي موجود هنا لكنه ليس خطير بقدر ما هو خطير عندما يقف على منبر كنيسة لكي يعظ ويعلم صح. وهل ده معقول؟ الشيطان يغير شكله إلى شبه ملاك نور للأسف. فلا عجب إن كان خدامه يعملوا نفسهم خدام للبر ونهاياتهم ستكون حسب أفعالهم عندما يأتي كائن من كان ويتطاول على الكتاب المقدس وكلامه الصريح هذا من فعل الشيطان وهذا سم ألعن أنواع السموم مع احترام لحضرتك نعم. كل السموم اللي قلتها دي ولا حاجة جنب واحد يكذب الله ويكذب كلامه وخلي بالك ده أول سم زرعه في حواء أحقا قال الله تشكيك في كلام الله وبعدين تكذيب لكلام الله لن تموت وطبعا احنا عارفين الانسان مات النهاردة بقى مش بيقول مش هتموته لانه ما يقدرش يقولها لكن يقول هتموته لكن ما فيش جهنم وبعد ما الانسان يموت ويلاقي نفسه في جهنم هيبقى توليت انه يعمل اي حاجة فالشيطان الكذاب الكبير اللي المسيح قال عنه انه كذاب وابو الكذاب بيدخل في بعض اللاهوتين ورجال الدين وبيروحوا الكنائس ويعلمهم ما فيش جهنم ليه بيقول كده عشان يخدر الخاطئ عيش بمزاجك ما جراش اي حاجه وما تصدقش ان في جهنم الله ده المسيح هو اللي اتكلم عن جهنم 11 مره في الاناجيل 11 مره ومره واحده في رساله يعقوب يعني 12 مره قلته جذر في العهد الجديد منهم 11 مره بفم المسيح يجي بعد كده واحد درس له ومش عارف ايه ويجي يقول لي كلام المسيح غلط من انت الذي تكذب الله ليكون صح. الله صادق نعم. وكل انسان كاذب بس يا اخ يوسف بالحقيقه في ناس مؤمنين حقيقيين وعم ينخدعوا بهالسموم نصيحتك نصيحتي انك ما تصدقش الناس صدق الله
ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. ومهما جالك من معلمين أو رجال دين أيا كان، بولس الرسول قال إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. اوعى تتخدع، إذا كنت مؤمن حقيقي ثق في الله وكلام الله. السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول، هكذا قال المسيح. إذن نحن نصدق الله، وإذا جالك أيا كان هيكون في الشعب معلمين كذبة، هكذا قال الرسول بطرس، كما كان زمان في العهد القديم أنبياء كذبة، في العهد الجديد في معلمين كذبة. فمش كل واحد يقول أي كلام اجري وراه، لا، اجري ورا الرب وكلام الرب، والله صادق وكل إنسان كاذب. أمين. فاحصين الكتب. وبعدين نحن بنحكي دائما أعزائنا المشاهدين، عندكم وسائل لا تعد ولا تحصى بهالأيام، ما حدا بيقدر يقول أنه ما في بإيدي شيء، في الإنترنت، في البرامج، في الكتب، الكتاب المقدس، تقدر تروح تطلع أي مرجع، تقدر تقرأ في بجميع اللغات. استخدم عقلك واستعمل القدرات اللي عطاك ياها الله. كلنا بشر، ما في حدا أحسن من حدا. ما تقول أسيس الكنيسة قال معناتها حكي منزل، لا، رجع وفحص وما تخسر حياتك الأبدية. وإذا كنت مؤمن ما رح تخسر حياتك الأبدية، بس رح تعيش على الأرض يعني غير مستمتع بالبركات، ورح تدخل سموم لبيتك، وممكن أنك تخسر أولادك أو ممكن تخسر أقربائك. فمنترجاكم رجعوا لكلمة الرب وقروها، نقية صافية بسيطة، ما في داعي للتعليم اللاهوتي ولا في داعي، اقراها ببساطتها وخذ كلمات الرب بكل بساطة، بيقولها هيك أسود أو أبيض. نعم. ما تحاول يعني، ما في داعي إنك تدخل من وتشوف شو هون وشو هون. خذها بكل بساطة، هي مفهومة للطفل وأنت بتقدر تفهمها. إشعياء 8 قال إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. آمين. يعني back to the Bible، هنرجع للكتاب. نعم. واللي مش هيرجع للكتاب حيضل وذنبه على جنبه. صحيح. يقبل سموم، والسموم ستؤذي حياته وبيته وحتى الكنيسة، أو حتى تدمر مدينة بكاملها. صحيح. أنا حبيت أسأل أخ يوسف سؤال. نعم. في مرة بولس الرسول نشبت أفعى في يديه، ويقول الكتاب أن الناس في المدينة تصوروا انتظروا أن يموت، ولكن السم لم يؤثر على جسده ونفضها في النار. السؤال، دور الروح القدس في عندما الإنسان المؤمن يمتلئ من الروح القدس في طرد هذه السموم، ويجعل الإنسان يكون نشيط وقوي وفرحان في الرب وقادر على الإجابة على كل الألاعيب الشيطان تماما في اللحظة. المعنى الروحي يعني انت اردت تاخد المعنى الروحي. أيوة. المعنى الروحي. أيوة. للحرف. نعم. بس الحرفي خلينا نقول ان ده كان سلطان للكنيسة الاولى. نعم. ذكره المسيح في مرقس 16 اخر ايات. نعم. قال كده وان يحملون حياة وان شربوا سما مميتا. نعم. لا يضرهم. ده سلطان في مرحلة التأسيس. نعم. بالمعنى الروحي الجميل اللي حضرتك ذكرته، ان طبعا لما نكون ممتلكين من الروح القدس مش هندي فرصة للشيطان. أمين. لن نخدع، لن نعطي إبليس مكانه. صح. طبعا مش معنى ذلك اني هسمع له وبعدين اقول لا انا محصن. نعم. لا، مش هسمع له من الاساس. صح. لوثر لي مقولة حلوة قال من لا يريد ان يشتري من الشيطان عليه ان لا يجتاز قدام دكانه. صح. طالما انت مش ناوي تشتري منه عمال تمشي وتتفرج على الباترينة ليه؟ انت ناوي تشتري. صح. ما انت لما يوم بعد يوم تتفرج على الباترينة هتدخل تقول نجرب. نعم. نشتري ربع كيلو ولا بتاع. نعم. وبعدين نعم. الشيطان عامل يخلق. زي يا دوبك بس يدخل مناخيره بس. نعم نعم. وبعد كده هيدخل الجمل كله ويطلعك كده. مظبوط. اوكي. طبعا اكمل اذا شوي. ممكن اخونا المخرج بيعطينا ايضا تكمله الصور للمجموعه الثانيه حتى نرى فعل ربنا يسوع المسيح كيف استطاع ان ينتصر على السم الموجود في جسم الانسان. إذا ممكن أخونا المحبوب بيحط لنا هذه بنت في كاليفورنيا أصيبت بلسعة من حية اللي هي موهابي ريد، وطبعا هذه تؤثر على الجهاز العصبي،
مثل ما بتشوفوا غير قادرة أنه تستعمل عيونها، أو يعني كانت على حافة الموت مثل ما بيحكي الطبيب المعالج المختص اللي اسمه شين بوش. راح نشوف الآن صورته، هو طبيب أخصائي في السموم في كاليفورنيا. الصورة اللي بعدها لو سمحت أخونا المخرج، هذه هي الأفعى اللي عضت البنت، وهي طبعا من النوع اللي بيهز الذيل بسرعة قبل أن ينقض على الفريسة ويهجم عليها. الصورة اللي بعدها بنشوف، هذا هو الطبيب المختص بجامعة لونا ليندا، وهو متخصص في كل أنواع السموم، وطبعا راح نشوف الطريقة اللي راح قدر يخرج بيها السم ويعيد هالبنت إلى الحياة، لأنه ليس بمقدور أي إنسان على وجه الأرض من آدم إلى هذا اليوم التخلص من السم، ولا يوجد علماء استطاعوا أن ينتجوا إنتاج بشري بالمختبر دواء لعلاج السم، سم الأفعى، لكن يوجد هناك طريقة واحدة وحيدة راح نشوفها الآن. ممكن نروح على الصورة اللي بعدها أخونا المحبوب المخرج. طبعا البنت أصيبت بشلل والجهاز العصبي في الدماغ كان شبه متوقف. ونروح إلى الصورة اللي بعدها أخونا المخرج. بمجرد ما يفحص الدم يعرف نوع الأفعى، يذهب إلى المخزن ويخرج سموم مشابهة لهذه الأفعى، سم مشابه، وطبعا بيعملوا منه، راح نشوف بالصورة اللي بعدها، يغرسوه في حيوان صغير. هذه كل الأفاعي كل سمومها مثل ما بتشوفوا مسجلة مرتبة، لأنه يوجد آلاف الآلاف منها، وكل أفعى متخصصة في عمل تدمير في جسم الإنسان. نشوف الصورة اللي بعدها، أنه يتم وضعه في حيوان سم قليل ينتج مواد مضادة للسم، يتم تصفية الدم وإنتاج ما يسمى بمضاد للسم، ويعطى للإنسان وعندها يبطل مفعول السم. راح نشوف الصورة اللي بعدها، إن مثلا هذا أصيب الشاب في فيتنام بحية الكوبرا اللي تضرب الجهاز العصبي، وهو مشلول من رأسه إلى رجليه، لكن عندما يأخذ المضاد للسم ويعطى تعود له الحياة. راح نشوف بالصورة اللي بعدها إن البنت أعادت، يعني بعد أن أبطل مفعول السم رجعت إلى الحياة وابتسمت. والحقيقة اللي شفناه واختبرنا أحبائنا، إن سم الشيطان اللي من آدم وحواء إلى هذا اليوم، للناس كثيرين بيقولوا آدم وحواء أخطأوا، إحنا شو ذنبنا، ليش الله بيحاسبنا على خطأ آدم وحواء؟ الجواب أن السم اللي دخل في آدم وحواء وعند كسرهم الوصية، هذا السم انتقل من جسمهم إلى أولادهم إلى أحفادهم إلى هذا اليوم. نحن كل الناس على وجه الأرض معرضين للموت، لأن سم الشيطان موجود فينا، لكن يوجد هناك واحد وحيد مكتوب عنه إنه أباد بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت. ربنا يسوع المسيح أتى من السماء إلى الأرض لكي ينقذ البشرية. آمين. عندك تعليق أخي يوسف، يعني هو السم نفسه لازم يعملوا منه دواء. صح، فهو أباد بالموت. ويخطر ببالي أنه الرب يسوع صار خطية لأجلنا. نعم. لكن نصير نحن بر الله فيه. يعني نفس السم اللي فينا ونوضع عليه حتى هو قدر ينقذنا. في رومية 8 يقول ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، مش في جسد الخطية حاشا، لكن شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. صحيح. أو بنشوف حاجة تشبه كده في تماماً. اللي احنا شفناه، لأنه هو شبه السم. لو تمام. السم نفسه هيكملوا موته للإنسان، هيقضوا عليه تماما، علشان يدينا احنا الحياة الأبدية. هو مات. آمين. عمل لنا المبادلة الرائعة. آمين. نشكر رب يسوع. آمين. أخي يوسف، في ناس
يعني هي الحرب الروحية دائرة. نعم. مثل ما حضرتك قلت. أيوة. إما ليوم الاختطاف ليجي الرب يسوع أو إحنا نروح لعنده. صحيح. في ناس ببالغوا كتير كتير بالحرب الروحية وكل شيء بيقولوا الشيطان الشيطان الشيطان، وفي ناس بيهملوه عندهم جهالة نوعا ما، وأتصور إنه النوعين خطيرين. صحيح. فتحكي لنا بهالموضوع لو سمحت. يعني واحد قال تعبير جميل، قال هناك خطران على طرفي نقيض، المبالغة في قدرة الشيطان. تمام. أو التهوين منه. تمام. وده غلط وده غلط. الشيطان عدو مؤذي مخرب مدمر زي الحياة بالضبط، هو حياة قديمة لكنه ليس كلي القدرة. ولا يمكن أن يعمل لي أنا أي شيء إلا إذا أولا أخذ الإذن والسماح من الله. ودي واضحة من قصة سفر أيوب. أيوب. هل قدر يعمل أي حاجة لأيوب أو حتى لبهايم أيوب؟ لا. يعني حتى بهايم أيوب تحت حماية، وعشان كده قال للرب أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية. يعني الشيطان paralyzed، مشلول قدام المؤمن وقدام كل ما يخص المؤمن إلى أن يأخذ سماح وإذن من الله. وبالتالي أنا لا أعول كثيرا على الشيطان، لأن قبل ما يعمل لي حاجة الشيطان هياخد إذن من أبويا. وعشان كده أيوب فهمها، فلما جيت المصايب لي قال الخير نقبل من عند الرب والشر لا نقبل، بمعنى أنه أخذ الخير من عند الرب وأخذ الشر من عند الرب، بمعنى أنه لا يتعامل مع الشيطان ولا لي علاقة مع الشيطان. وده اللي قاله الرسول بولس، أعطيت شوكة في الجسد، يعني ربنا سمح لي بهذا الألم. إذن نحن نعرف أن الشيطان مؤذي مخرب مدمر، لكن بالنسبة لنا نحن في حصانة. عشان كده في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 قال كل من ولد من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. يعني إذا كان الشرير ما قدرش يمسنا فنحن مطمئنين تماما، إحنا في حمى وفي ستر إلهي رائع، دون أن يعني ذلك أننا نهون من ألعيبه ومكره وخداعه. فالشيطان خصمكم كأسد زائر، أنا مش بقى حية مكارة لكن أسد مخيف، يجول ملتمسا من يبتلعه هو. أوه. فقومه، ما تهزروش معاه، الشيطان ما بيتهزرش معاه. الشيطان بنقومه علشان يهرب مننا. صح. والحية بنتحذر من مكرها عشان ما تخدعناش. لكن ما بنخافش. آمين. آمين. ومن تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي بسخاء ولا يعي. سؤال ملحق بس صغير كتير. نعم. هلا طبعا في دواء للسموم، طيب شو ممكن نحن شو لازم نعمل حتى نتحصن؟ مثل ما حضرتك قلت انه هو لازم ياخد اذن من الله. أيوة. للمؤمن الصغير وللمؤمن العظيم. تمام. بس يا ترى شو دورنا نحن بالحصانة؟ لأنه وقت مثلا بيقول قاوموا إبليس فيهرب منكم بس أولا اخضعوا لله. فإذا ممكن بعض النصائح العملية يلي لازم كلنا كمؤمنين نسلك فيها يوميا لحتى نقدر أنه نتحصن ضد سموم الشيطان ونحمي يعني بيوتنا. تمام. يعني زي الآية اللي حضرتك أشرت إليها في رسالة يعقوب أصحاح 4 بيقول كده فاخضعوا لله. قاوموا إبليس فيهرب منكم وما وقفش، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. أمين. يبقى إذن علينا أن نخضع، أن نخضع لله وأن نقترب إلى الله. وبهذا وذاك إذا خضعت لله يعني كل اللي يقوله لأقول له حاضر، وأقترب إلى الله يعني دايما بسأله في الصغيرة والكبيرة، بنقرأ كتابه يوميا، عندما أفعل هذا وذاك، عندما أقول ربنا حاضر، وعندما كل يوم بلتجئ إليه وبقول له يا رب اديني نور، عايز أقترب منك وأتنفس الهواء النقي بتاع الكتاب المقدس أنفاس الله، عندئذ يمكنني أن أقاوم إبليس فيهرب مني. آمين. آمين. لأنه منشوف كتير أحيانا كلنا يعني منكون شوي سالكين بالعالم وفترانين، بتصير شغلة بتصير ينتهرك الرب، يعني منصير بدنا نقاوم بس ما هي هاي الطريقة. لا مش الطريقة مفتاح على الدين السحري. لا. طيب أخي يوسف ممكن نسأل سؤال لو سمحت، بما أن الأسئلة جميلة عن الحرب الروحية. أي. في الكتاب المقدس رجل كان في كنيسة ومكتوب عنه أنه كان يحب أن يكون الأول بينهم. أيوه.
وكان يهتر يتكلم على الإخوة والرسل بأقوال خبيثة لا يقبلهم ويطردهم من الكنيسة. أي. كل ذلك من أجل أن يكون هو الأول في جماعة الله. السؤال، هل إن ما فعله هذا الإنسان هو أحد سموم إبليس إنه يكون الأول ويطرد الآخرين، أم إن هذا بيت الله ونحن كلنا نخدم؟ والرب يسوع قال من كان يريد أن يكون عظيما فليكون خادم للشعب. صحيح. طبعا ده واحد من سموم الشيطان أكيد، لأن أول سم أدخله الشيطان في الإنسان تصيرانك الله. وطبعا يعني حاجة حلوة أن الواحد يبقى إله نفسه. صح. وده اللي النهاردة بيدخلوه في أولاد المدارس. صح. وفي الجامعات. صح. أنت إله، أنت لست عبد لله. صح. أنت إله نفسك. نعم. أنت تعمل ما بدالك. صح. فدي كبرية. نعم. وقال قديس أغسطينوس أول خطية أصابت البشر هي خطية الكبرياء. وآخر خطية يتخلص منها القديس هي خطية الكبرياء. يعني من لازمانة لغاية لما نوصل إلى السماء. بولس الرسول صعد للسماء الثالثة ونزل كان عرضة للكبرياء. فبيقول لئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. إذن الذي يريد أن يكون الأول ده طبعا سم من سموم الشيطان. أنت الأول. نعم. أنت أهم واحد. أنت بدونك الكنيسة ما بتقدر تعمل شيء. بدونك. صح. ولا حاجة. صح. ونظرات الاحتقار والتعالي. أنا بحتقر غيري أنا متعالي. نعم. دي كلها روح شيطانية. نعم. ويقاوم الله المستكبرين. نعم. يعني الآية اللي قرناها في يعقوب 4 اللي بيقول قاوموا إبليس. نعم. قبلها بيقول كده يقاوم الله المستكبرين. نعم. أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. يعني إذا الله بيكره الكبرية. نعم. اللي هي واحد من أخطر سموم الشيطان. صحيح. رائع جدا. نعم. جدا. صحيح. أو منلاحظ أنه في أمور هلأ بالعالم أدخل الشيطان، يمكن هو الصفات اللي كانت عنده بيستعملها ليوقع الناس. أي. يعني الكبرياء حتى هلأ مثلا الجمال صار مبالغ فيه لدرجة صار سم فظيع بحياته. جنان. جنان. نعم. يعني حتى صار يتعثروا كثير من المؤمنين بسببه. ونفس الشيء الموسيقى يمكن. الموسيقى منشوف انه كمان ممكن تكون سم من. نعم. من سموم الشيطان بالحياة. يحتاج الإنسان ان ينتبه. صح. في حياته على الأرض. والحقيقة مثل ما قال أخ يوسف بالفعل هي حرب مريرة وشديدة. والمفروض أن الآباء والأمهات بيصلوا ويركعوا ويعلموا أولادهم كل هذه الأمور. والحقيقة ممكن نشوف الآن مجموعة من الصور رائعة. يعني رح نشوف أنه ليس الأفعى هي الوحيدة اللي تطلق السموم. في الحقيقة هناك جيش من الحيوانات. فرح نشوف الآن حيوان يعني كائن صغير ضعيف لكنه يعني شيء مذهل في كمية السم اللي بيعطيها. أخونا المحبوب المخرج حط لنا الصورة الأولى. مجموعة هذه أحبائنا المشاهدين مجموعة من الضفادع الجميلة للغاية. راح نشوف الصورة اللي بعدها توجد في أمريكا الجنوبية وشوفوا ألوانها رائعة. والحقيقة حجمها صغير ممكن إنسان يمسكها ويتفرج عليها في يديه. منشوف الصورة اللي بعدها أنه لديها ألوان كثيرة من كل الألوان والأجناس. راح نشوف الصورة اللي بعدها أحبائنا أن هذه الضفدعة اللي شوفوها الآن الجميلة اللي في كثير من الناس بيمسكوها لديها كمية من السم على جلدها الخارجي قادرة على قتل 8 أشخاص أو 8 من البشر الأدولت. يعني ممكن تقتل 15 طفل لو إنه واحد مسكها وأعطاها للثاني والثالث. فكمية السم الموجود في جلدها الخارجي بالغ القوة وقادر على قتل إنسان في ساعة واحدة. بنشوف بالصورة اللي بعدها العلماء تحيروا وعملوا دراسة لهذه الضفادع. وطبعا هذه جمعت والآن موجودة في جامعة أتلانتا في جورجيا حتى العلماء يعني حاولوا يستفيدوا منها. لأنه في الحلقة المقبلة سنتعرف على أن حتى بوجود هذه السموم والمفروض أن نحن كبشر يعني ننتبه إلى هذه الكائنات ونعيش في تقوى ووقار في حياتنا على الأرض وما نمسك هذه الأمور
الله سمح لهذه السموم في معالجة ملايين الملايين من البشر، لكن في الحلقة المقبلة سنرى كيف أن الله بحكمته يحول السموم الموت يحوله لخير الإنسان. لهذا ينبغي إنه جميعكم تعلموا أولادكم أن تسجدوا وتشكروا الله في كل يوم، لأنه كل أمور عملها بحكمة ونعمة لأجل حياة الناس. ممكن نشوف الصورة اللي بعدها. تحير العلماء ليش، ما هو السبب أن هذه الضفدع الصغيرة قادرة على قتل 10 أشخاص مرة واحدة. في الحقيقة انتبهوا أنها تأكل النمل، والنمل مثل ما معروف هو كائن يعني في سم، لأنه حتى يؤدي واجب الله في الأرض في جمع كل الفضلات، المفروض أن كل الحيوانات لا تتقرب من النمل، لكن هذه الضفدع الصغيرة تبتلع النمل بسمها وتضيف عليه 100 مرة سموم وتخرجها إلى الجلد الخارجي، فلا يستطيع أحد أن يتقرب إليها. طبعا هذا الموضوع يعني يعطينا فكرة إنه يا أحبائنا المشاهدين، لا تعتمدوا على النظر والعيون والشهوة حتى بتروحوا وتمدوا إيديكم على أمور قد تكون سبب لموتكم. فالدعايات البراقة والأمور الجميلة اللي الإنسان بيشتهيها ما لا تعني إن الإنسان بيمد إيديه وبيأخذها. أستطيع أن أعطي مثال بسيط، أن هناك على سبيل المثال لربما إنسان بيتفرج علينا هو في الكويت مثلا، وسيدة في أبوظبي، وسيدة أخرى في سيدني، 3 عينات في الكويت. تمسك مثلا المجلة وتنتقي السيارة الجميلة الأحدث في كل سنة، وحياتهم هو فقط أنه يبدلوا الأمور الجميلة ويمتلكوها، وتنتهي الحياة وهم لم يعرفوا الله ولا مجدوا الله في حياتهم ولا تخلصوا من السم اللي موجود في جسمهم. سيدة أخرى لربما في أبوظبي تفكر بأنها إمتى تروح الهوليداي وتسافر من سنة إلى سنة، هذا هو الهم الوحيد أنه يكون الإنسان يمتلك هذا الشيء الجميل، لكن في نهاية الحياة لا يوجد هناك مثل ما بيقولوا غير الموت، وستعاقب على هذا الفكر. لكني أعرف سيدة كريمة في سيدني قالت في نفسها أنا أريد، وأنا أعرف على سبيل المثال أن الوضع في سوريا صعب الآن، فاتصلت براعي الكنيسة وقالت أنه الآن جو شتاء وبارد، فأنا قررت أنه أبعث مساعدة حتى أنت بتروح بتشتري ملابس وأحذية للأطفال اللي في الكنيسة، وأنا شخصيا أيضا ساعدت في هذا الأمر وفرحت أنه يكون عنده هذا الفكر، وبعتنا المساعدة واشتروا للأطفال الصغار. نصلي باسم ربنا يسوع المسيح أنه الإنسان طالما عايش على الأرض، الممتلكات اللي موجودة أحبائنا بين يديكم تستخدموها لأجل أنه لأننا جميعا سنحاسب عليها. هذه كلمة الرب يعني واضحة، إما تختاروا الرب يسوع وبتروحوا للسماء، إما ترفض الرب يسوع المسيح ستذهب إلى جهنم. لكن أيضا المؤمنين مطالبين أنه يكون يدخل في عقلهم فكر المسيح آمين. وقلب الرحمة حتى بيعملوا هذه الأعمال الصالحة المرضية اللي الله بينتظرها، مش أنه الناس بياخذوا الخلاص وبيروحوا يعملوا كل الأمور مثل ما شفنا بيروحوا يمسكوا هذه الضفدعة المليئة بالسم ويموت الإنسان. نصلي باسم الرب أنه يعطي حكمة ونعمة حتى نساعد بعضنا البعض، لأن هناك مجازات تنتظرنا في السماء. في السماء. آمين. بفضل. آمين. خلص وقت الحلقة، والحقيقة الحديث ممتع يعني مع الأخ يوسف. يا ريت لو كنا نبقى للصبح يعني مع الأخ يوسف. مثل بولس الرسول وقت كان يعظ كل الليل ويقعد للصبح. أعزائنا المشاهدين، مثل ما سمعنا في نسل للحية ونسل للمرأة، وأنت بتقدر تختار بأي نسل بدك تكون. وأنا رح أقرأ لك مفارقة صغيرة كتير كتبها الأخ يوسف بكتابه اللي هو الشيطان، وبنصح كل واحد فيكم يجيبه ويقرأ، لأنه كتاب عملي بيعلمك كيف تعرف تعيش وكيف يعني تواجه السموم وكيف ما تنخدع بالأمور اللي حواليك. المسيح هو الحق، الشيطان ليس فيه حق. المسيح هو النور، الشيطان هو سلطان الظلمة.
المسيح هو الطريق، الشيطان هو المضل. المسيح هو المخلص، الشيطان هو المهلك. المسيح هو الشفيع للمؤمنين، الشيطان هو المتشكي عليهم ليلا ونهارا. فإذا بتحب أنك تنضم لمملكة الرب يسوع، أنت حتكون الربحان بالدنيا وبالآخرة. وإذا رح تنضم لمملكة الشيطان رح تخسر دنيا وآخرة. وما تظن أنه المتعة الوقتية اللي أنت هلأ بتعيشها رح تنفعك، حتى بهالأرض ما رح تنفعك، لأنك اليوم بتكون مبسوط بكرة رح تفيق. هو مثل الحية، اليوم بيكون أملس وحلو بكرة رح يلدغك، وإذا ما لدغك بيلدغ عيلتك. فمنترجاكم اصحوا وعوا روا كلمة الرب، خذوا الرب يسوع مخلص شخصي لحياتكم فتحصلوا على الحياة الأبدية. هو آتي عن قريب جدا ليأخذنا إلى السماء. وشكرا لكم والرب يبارككم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بحلقة جديدة من بصمات الله في الخليقة. ربي.